وقفتنا في المصنع هذا باش نشوف ونفقد وين وصل الإنجاز في هذا المصنع، وين وصل التهيئة الإنتاج باش تخلينا إن شاء الله من هنا لآخر سنة يكون فيه منتوج. وهذه مبشر مرضى بالسرطان والله يشافيهم إن شاء الله باللي الأدوية تكون من طرف هذا المصنع ومصانع أخرى. كاين عدة مصانع اللي راح نزورهم إن شاء الله في الشرق في الغرب هنا في تلمسان في الجنوب، رايحين يساهموا في نهضة للقطاع هذا، وبالأخص تساهم في تغطية احتياجات المواطن في هذا.